نروح لموضوع القبض على اطفال، فرقه اطفال الشوارع. وقبلها برضو احنا شفنا القبض على بعض المحامين، ملك عدلي، مش شويه حاجات كده. الفرقه دي بالتحديد ما اعرفش لو زميلنا، لو ما عندناش فيديوهات، انت بس اكتب اطفال الشوارع على اليوتيوب هتلاقي. طيب، فمجموعه اطفال، ست اطفال يعني، ست سوري شباب، هم مسمين بس اطفال الشوارع، للتعليق على القبض على الاثنين من عناصر الفرقه دي، معانا الاستاذ طارق العوضي المحامي. استاذ طارق، برحب بحضرتك معانا. ازيك يا استاذ منى؟ ازيك يا دكتوره؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. طيب، هنا الواقعة زي ما انا فهمتها ان كان في مقبوض على واحد من الفرقة، حضرتك كنت المحامي بتاعه، حصل استئناف ولا كان معاه حد تاني؟ لا، كان هو لوحده، اللي هو عايز يزيد، كان قبض عليه لوحده، وبعدين صدر قرار حبسه 4 ايام في البدايه، ثم تمام. تم في جلسه تجديد الحبس تم اخلاء سبيله، ثم انتقال 10,000 جنيه، وبعدين النيابة طعنت على قرار إشلاء السبيل استأنفته، واترفض استئناف النيابة وتأيد في قرار إشلاء السبيل وصدت الكفالة، وفي الإجراءات اللي يعني إشلاء السبيل استأنفته من الآن. لا معلش انا ما فهمتش، يعني تقصد ان هو دلوقتي في طعن على موضوع الاستئناف وخلاء السبيل وعايزين يتقبض عليه تاني؟ لا خلاص خلاص، استئناف النيابة استأنفت إشلاء السبيل واترفض استئناف النيابة تمام وتأيد قرار إشلاء السبيل. تمام معلش، هو بس لو صوتي على شويه، مش سامع كنت حضرتك شويه كويس. طيب، الاثنين بقى التانيين موقفهم مختلف ولا ايه الفكره؟ في انه بعد ما واحد تم أربعة اخلاء سبيله أربعة اتقبض على اثنين ولا أربعة اربعه؟ أربعة أربعة. هما أربعة الفرقة عبارة عن باقي الفرقة ست يعني، شباب. باقي الفرقة يعني لا هما بالظبط. ستة يا أستاذ طارق، احنا بنشوف الفيديوهات ستة. أيوه بقول لك، ما خلاص يعني فاضل واحد يعني، مش هيجي يعني، أكيد ما فيش حد تمام، بينجو يعني فهمتك دلوقتي يا كده، دكتورة. يعني أنت معتبر إن اللي أخلى سبيله ده كده على ذمة القضية، فإحنا كده عندنا أربعة حاليًا مقبوض عليهم وفاضل واحد. طيب، إيه بقى اللي خلى يعني اتقبض على الأربعة دول في المرحلة التانية؟ هو لما اتقبض على عز الدين في الاول، النيابه خدت اصدرت قرار بضبط واحضار باقي اعضاء السرقه كلهم. فالمباحث اول امس قامت بالقبض على الاربعه اللي هم محبوسين حاليا، كانوا موجودين على احد المقاهي يعني في سليم الزينة، فتم القبض عليهم وترحلوا من اسم مصر الجديده الى اسم، من اسم سليم الزينة الى اسم مصر الجديده، ثم تم عرضهم امس صباحا على نيابه مصر الجديده، وبعدين نيابه مصر الجديده قالت لا احنا هنوديهم نيابه شرق القاهره الكليه تحقق معاهم، نعم. فنيابه مصر الجديده بعتتهم على نيابه شرق القاهره حقق معاهم في وجود عدد كبير من المحامين، وبعت لهم اتهامات يعني 3 اتهامات، وهي نشر فيديوهات مسيئه الى الدوله، التحريض على التظاهر والتحريض على التجمهر، ثم صدر قرار بحبسهم 15 يوم. التحريض على التظاهر المحصل اللي والتحريض حصلت على ده التجمهر. أمال هنا في خبر بيقول إنه ارتكاب جرائم إرهابية. ما انا الدعوة جاي لك في لارتكاب. الكلام، نعم؟ ما انا جاي جاي لك اتفضل. جاي, جاي لك في الكلام بقى جاي اتفضل. لك في الكلام. هي دي الاتهامات اللي تم توجيهها، وصدر على اساسها قرار بحبسهم 15 يوم، نعم. وتم ترحيلهم من النيابه الى اسم مصر الجديده. بعد نص ساعه من وجودهم في اسم مصر الجديده، فوجئنا كمحامين باتصالات نعم. ان القرار ده مش القرار دوت مش صحيح، وان سيتم عرضهم مره اخرى دلوقتي على النيابه. الكلام ده كان حوالي الساعه 8 او 9 مساء. النهارده. فرحنا على النيابه، ففوجئنا، قلنا يعني خير، جايز النيابه يعني بما ان المتهم الاول اخلى سبيله، فالنيابه يعني هتخلي سبيل الباقيين، والموضوع مش مستاهل في الاخر، ده فيديو يعني. ففوجئنا لا، انه بيتم توجيه اتهامات جديده ليهم، وهي الاشتراك في جماعه تعمل على خلاف احكام القانون، تعمل على هدم مؤسسات الدوله وتعطيل احكام الدستور، 2 نشر اخبار واشاعات كاذبه حول تنازل مصر عن جزيرتي كاذبه تيران تمام وسنافير. وخراطيم الاصدار. 3 الدعوه الى تغيير نظام الحكم في القطر المصري، مش عارف هم كانوا الدعوة يعني إلى بيحلوها تغيير ملكيه نظام ولا ايه؟ الحكم في القطر المصري. طب ليه قلب نظام الحكم بالبلدي يعني؟ طب هو هو ليهم فيديوهات تاني غير الموجودة على اليوتيوب؟ يعني احنا اللي احنا شفناه على اليوتيوب يعني ناس معارضة، معارضة بشكل كمان ما فيهوش فن قوي يعني، ما علينا. يعني بالظبط يعني، هل كان في حاجات يعني تانية يا ناس أستاذ عطارق احنا ما شفناهاش مثلا، هم شافوها، النيابة شافتها؟
لا انا الاحراج اللي موجوده هو الفيديو الخاص بكلام اسره شيخ فقط. هم وهم عندهم قالوا الفيديو فيديوهات ده عن بتاعنا واحنا اثيوبيا، عن اللي هو البتاع ده السد بتاع اثيوبيا، سد النهضه، عندهم سد النهضه. حاجات عن بيقولوا ارحل يا سيسي، في حاجه تانية انا ما سمعتش الفيديو اللي هو كان فيه والده السيسي، ولكن وقتها احنا يعني ساعتها حتى انا الاستاذ حمدي رزق كان كتب للرئيس السيسي لما الرئيس كان استشهد بوالدته في موضوع التعليق على تيران وسنافير، وان لو في حاجه في ايد حد ما تبصلهاش حتى لو والدك. ناس كتير علقوا الحياة تعليقات صعبة قوي، وساعتها الحقيقة الأستاذ حمدي رزق قال له أرجو أيها الرئيس أرجوك لا تفحم والدتك في أي أمور علشان ما يتمش إثارة ده بشكل مش مظبوط يعني. طيب أنت شايف يعني يا تعليقك دكتوره، إيه يا على، دكتوره منى، اتفضل أستاذ طارق. يا دكتوره منى نعم. معلش، مع احترامي بقى لكل الاراء اللي بتحاول انها تمسك نفسها، ومع كل يعني رغبتنا جميعا في الحفاظ على هذه الدوله، انا بقول لحضرتك انا ضد نظريه المؤامره، لكن انا هقول بقول لحضرتك بشكل واضح جدا، نحن امام نظام يتآمر على نفسه، يتآمر على نفسه، او يعني بأرق تعبير هو يساعد المتآمرين على نجاح مؤامراتهم على هذا الوطن، وبشكل واضح وسريع جدا يعني بيساعد على سرعة نجاح المؤامرة، في رغبة أكيدة واضحة وظاهرة جدا في غلق المناخ العام تماما. كان زمان بنقول في عندنا خطوط حمراء محدش يعديها، ده مفيش خطوط خالص، لا حمراء ولا خضراء ولا صفراء ولا في أي لون، غير مسموح بأي شكل من أشكال المعارضة ولو جزئيا، يعني تتفق مع النظام تفتكر مين 100% اللي ورا أو الامور دي حتى يا استاذ 2%. طارق؟ يعني مين اللي بيعمل ده؟ وخصوصا برضو ان الواحد حزين، وحتى من تعليقات استاذ عمرو اديب انه قال لك يعني لما بيتكتب في اي مجلات بره او في اي، يعني بغض النظر ان احنا اذا كان يعني خلاص مش عايزين يهتموا باللي بيتكتب في الاعلام الخارجي، بس ما علينا، بس الكل دايما بيقول لك الرئيس السيسي ووزاره الداخليه هنا، ف يعني ليه، مين السبب في، يعني اذا كان ده مثلا توريط للدوله او الاجراءات اللي بتاخد دي كلها مين وراها؟ طيب مين بيعمل كده؟ وأين الرئيس منها؟ وأين الداخلية من كل هذه الأمور؟ شخصيا مسؤولية الملوك. معلش تعيد تاني، بستأذنك لأني في تقطيع في الصوت. أستاذ طارق، أستاذ طارق، هل فقدنا الاتصال؟ طب لو ممكن حياتك تتحرك بشكل قليل، او لو كنت اتحركت ترجع في المكان الاول. معلش استاذ طارق. طيب فقدنا الاتصال تقريبا. طيب يعني واضح انا سمعت انه بيحمل الرئيس السيسي. خلينا طبعا على بال ما نحاول نعاود الاتصال مره اخرى بالاستاذ طارق، نشوف التعليق عمرو اديب. انا عجبني الحقيقه حاجه، هو استشهد بحاجة مهمة جدا. هو في حاجة بتحصل على فكرة في بعض المواقع الفيديوهات عمرو، انك بتلاقيه بعد ما بتتحمل بتاخد يوم وتتشال، ما علينا، ولكن عموما انا هقول لحضراتكم محتوى الموضوع اللي كان تطرق الى سياسة. اولا العام ده اللي احنا فيه عام 2016 ده عام الشباب، والمفترض ان الدولة المصرية بتهتم بالشباب. الجزئية اللي خدها الاستاذ عمرو في الموضوع عشان طرح موضوع الاطفال ده، تحدث عن الإجراءات اللي بيتم أخذها من قبل فرنسا ومن قبل رئيس الحكومة الفرنسية ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، في إزاي إنك أنت هتبتدي تتابع الشباب، أي حد من الشباب معرض إنه أو يعني تحت تأثير إنه هو يتم استخدامه، يتم تدريبه في عمليات جهادية أو إنه استقطابه، بيحاولوا يشوفوه، يحاولوا يجيبوه، يحاولوا يظبطوا معاه الدنيا، اللي اتحبسوا وبدأ يتعامل معاهم برامج تأهيل، يحاولوا برضو يشوفوا يتابعوهم بعد كده ويشوفوا مدى تأثير البرامج دي كلها والكلام ده. فالوضع هنا انه يعني في خطه معموله عشان في ارهاب. احنا عارفين الارهاب اللي بدا ينتشر فيه من بعد احداث فرنسا وبلجيكا وحادث المانيا كمان الشخص، وفي حوادث كده بتبقى فرديه، يعني الشخص اللي دخل طعن مجموع 4 اشخاص، واحد منهم توفى في المانيا وقعد يهتف الله اكبر. فيعني عموما احنا عندنا مثل هذه الحوادث، فرنسا بصت لانه عايزه تحط خطه
الخطة دي اللي هتتحط علشان خاطر انه مجابهة الارهاب والشباب بالذات، ازاي ان انت تستقطب الشباب، ازاي انك انت تعمل حاجات تانية، ازاي انك تعمل ده في مقابل انه انت عايز تكسب ده، عايز تكسب الشباب دول. يعني برضو الكلمة اللي قالها وكانت صعبة قوي الحقيقة من عمرو اديب، قال لك انت دلوقتي الشباب دول وغيرهم اللي اتقبض عليهم لمجرد رأي او لمجرد انهم معارضين، دول مشروع ارهابيين. ارجوكم ما حدش، يعني انا مش عايزه بقى قصه ايه انتوا خونه انتوا عملاء انتوا، يا جماعه انا نفسي نحط مبدا، كلنا بنحب الرئيس السيسي، كلنا بنحب مصر، كلنا مش مبسوطين من انه في حاجات يعني تنشر تضر بالبلد، ولا انك يكون في ناس من الدوله ممكن تكون بتساعد انك انت لو في فكر مؤامره، طب انت بتساعدهم ليه؟ ارجوكم يعني ايه القصه هنا؟ قال لي هتقعد طبعا تقول لي ايوه عيال ومش عارف ايه ويستاهلوا واصلهم ليه؟ طب ما انت ممكن ابنك يكون فيهم فعلا، يعني ده اللي قاله حتى عمرو، ممكن وارد ان يكون ابنك ابن خالتك ابن عمتك شاب مع شويه شباب معترضين على شويه حاجات. النهارده برضو قلنا لما يبقى في شويه شباب بيقول لك تيران والسنافير المصريه ما تقفلهمش، يعني ايه المشكله؟ مش يعني لازم يكون في خطة تتعمل زي الخطة اللي اتعرضت من فرنسا من رئيس وزراء فرنسا، انك انت تعمل ايه مع الشباب دول؟ هل القمع هل ده هو الحل؟ طب اصحابهم وقرايبهم واهاليهم هيعملوا ايه؟ طيب انضم الينا الاستاذ طارق العوضي مرة اخرى. استاذ طارق حضرتك كنت بسأل حضرتك من المسؤول عن هذا، ومين اللي ممكن يكون ورا عمليات القبض لمن يطلق عليهم يعني بسبب اراء يعني؟ لا بالتأكيد، يعني لا يمكن أن يكون أمامي شخصيا حد مسؤول عن اللي بيحصل ده غير الرئيس شخصيا. الرئيس هو الذي يختار مسؤوليه، هو الذي يختار وزير الداخلية، هو الذي يختار الحكومة، هو الذي يمكنه أن يتدخل إذا ما حصل شطط في الأداء الحكومي أو حصل انتهاكات، ودخل قبل كده في أكثر من حالة وقدر يوقف وقدر يصدر قرارات بالعفو. وبالتالي انا شخصيا احمل الرئيس السيسي مسؤوليه حاله التردي الحقوقي والاجتماعي اللي موجوده في مصر. لكن خلينا دكتوره بس اعلق على يعني جمله كده حضرتك قلتيها دلوقتي وانا بسمعك قبل المداخله، فيما يتعلق بان هؤلاء الشباب مشروعات ارهابيه او مشروع ارهابيين، ده مش صحيح، مش هيحصل. هؤلاء الشباب المحبوسين كلهم على فكره لن يكونوا ارهابيين يوم من الايام، هم مقتنعين بان سلميتهم وان صوتهم فقط وحقهم في الراي والتعبير هو اقوى سلاح هو انا دي استشهدت، دي كانت جمله، عفوا بس لمقاطعه حضرتك، دي كانت جمله كان قالها الاستاذ عمرو على اعتبار انك برضو هنا نوع من انواع ناقوس الخطر اللي بتدقه، لانه انت النهارده يعني لو الاستمرار في الامور دي ممكن يجيب نتائج مش كويسه، يعني ده بس يعني يعتبر انا فهمت كده، يعني مش ان احنا بنتهم الشباب دول بحاجه لا سمح الله، او هو انا زي ما قلت لا هم لا ما 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 مهما مورس مهما الشباب دول عندهم موقف من الارهاب، وعانوا وهم شخصيا عانوا من الارهاب، وهم اللي موجودين الان كان لهم موقف في مواجهه العنف اللي كان موجود اثناء فتره حكم الاخوان، تمام، الاعتداءات اللي حصلت على الشيعه اللي موجودين في مصر وقتلهم جهرا نهارا، الاعتداءات المؤقتة واعتداءات الاتحاديه لم يقابلوها بعنف رغم تعرضهم هم شخصيا لعنف، لان هم مؤمنين بان سلميتهم هم اقوى سلاح بيستخدموا، وهم مصرين وعيبهم مصرين على السلميه مهما تعرضوا من انتهاكات من جانب الدوله. تمام. لكن المناخ العام، عفوا، المناخ العام المحسود دلوقتي وحاله الانتهاك المستمره مش لحقوق الحريات، ولا هقول لك الحريات الدوليه والله، ولا اي حاجه، للدستور المصري. ازاي؟ الدستور 2017 و14، الدستور الذي ينتهك بشكل واضح وجهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد، لان وجهه نظر القياده السياسيه اتقالت في الدستور ده انه دستور النوايا الحقره. نعم. وبالتالي ما هوش وقت نطبقه دلوقتي، فبينتهك الدستور. عشان كده انا النهارده كنت بتكلم مع حد قلت له بصراحه انا بفكر اعمل دعوه للمطالبه بعوده قانون الطوارئ، ارجوكم رجعوا لنا الطوارئ، نبوز ايديكم رجعوا لنا الطوارئ. الطوارئ افضل بكثير جدا مما نحن فيه الان، على معقولة؟ احتراما لقيمه العداله ولقيمه هذا الدستور رجعوا لنا الطوارئ، لان ما يتم الان هو اعتقال وفق اجراء قانوني للاسف الشديد،
مذكره تحريات بتتعمل من الامن الوطني ثم قرار حبس احتياطي، كان برضو قرار الاعتقال دوت مذكره تحريات من امن الدوله وقرار الاعتقال، فرقت في ايه؟ هو نفس الموضوع. فاحنا احتراما لمنظومه العداله في مصر واحتراما للدستور واحتراما للقانون وعشان سمعتنا بره، لا رجعوا قانون الطوارئ، اسمنا معتقلين، اسمنا السلطه التنفيذيه اللي بتحبسنا. لكن النهارده الاقي مثلا مالك عدلي بيتقبض عليه ويتحقق معاه الساعه 3 الفجر، هيخلص 8 الصبح في اتهامات ملهاش اي سند في الورق، وبعدين ياخد 15 يوم ليه؟ عشان ايه؟ عشان محامي، عشان رفع قضيه، عشان بيجي ورا المعتقلين. طب انتوا عايزين ناس ساكته؟ انتوا عايزين الناس اللي كنتوا جايبينهم قدام خمس الصحفيين، هم دول اللي انتوا عايزينهم؟ طيب انت هنا اعترضت استطارق على انه الشباب ده ممكن يكون او اي حد من طرفهم مشاريع يعني ارهابيه، انت شايف طب ايه يعني مع استمرار هذا الاجراء ممكن يكون ايه رد فعل من الشباب دي ومن اللي زيهم اللي بره ومن اللي كان يعني بين البنين وشايف انه مش مبسوط من اللي بيحصل ده، ممكن يكون رد فعلهم ايه؟ رد فعلهم هو في 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 هيبقى في ده توسيع لدائره الخصومه مع السلطه. يعني الـ 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 النظام اللي كل يوم عمال يفقد في معسكر مؤيديه وانحصر مؤيديه فقط في هذه المجموعه اللي كانت واقفه قدام نقابه الصحفيين تشتم في الصحفيين، بغض النظر على فكره نتفق او نشترك مع موقف النقابه، لكن لما الدوله بجلاله قدرها كل ابداعها انها بدا مش بس تحاصر النقابه بعساكر الامن المركزي وبضباط، لا انها تجيب هذه المجموعات اللي شفناها كلنا وسمعناها كلنا، شفنا الافعال اللي بتعمل، لا مش هيحصل ده، مش هنوصل نبقى شعب كده، لا هيبقى في حاله من السخط العام ربما تؤدي الى ان الناس حتى الخايفين يلتجوا الى العصيان المدني، ربما نجد في يوم الناس كلها نزلت الشوارع تعبر عن غضبها. احنا مش عايزين يوصل ده، وخصوصا احنا شايفين انه التيار من الاغلبيه يعني يعتبر مؤيد للرئيس ومؤيد، فايه القلق من شويه شباب زي دول؟ يعني هي دي بس الفكره، انه يعني عايزين نقول انه لازم يكون في زي ما حضرتك قلت كده بيتم انهاء المعارضه بشكل ما حدش يفتح بقه، لا ما ينفعش، فيش دوله بيحصل فيها كده انه ما يبقاش في معارضه، بالعكس في معارضه وفي نقد وفي حاجات، وكل ده ممكن يكون في اطار برضو ان لو الحكومه والرئيس اخذوا بيه يكون افضل، يكون الخط السير احسن، فما ينفعش ان يكون في هذا يعني الوضع. انا شخصيا اتمنى ان يكون اللي بيحصل دوت هي استشارات او يعني مجموعه الدببه اللي حوالين الرئيس، يعني الرعب الحقيقي اللي عندي ان يكون اللي بيحصل ده هي افكار الرئيس نفسه صراحه، واللي بدا حتى ناس يعني مقربين من الرئيس يتكلموا في دوت ويكتبوا في ده. مش هنقدر طبعا نتوقع اي شيء غير لما نشوف حتى الامور هتمشي ازاي في الفتره القادمه، وهنتابع معاك برضو قضيه الاطفال وغيرها او فرقه اطفال الشوارع وغيرها، ونامل انه يكون في يعني برضو يعني اخذ في الاعتبار لكل الاراء، مش ما يبقاش في حجر ولا يبقى في مع تاكيدنا على ان تيران وصنافير مصريه. هو زي ما بنقول دي المفروض وجهه نظر، يعني اللي عايز يقول انها مصريه هيلاقي ما يؤيده، اللي عايز يقول انها سعوديه هيلاقي ما يؤيده. هو الظريف ان كان في كتاب في السعوديه يا استاذ طارق برضه حاجه زي الدراسات الاجتماعيه او زي كان كاتب برضه ان تيران والسنافير مصريه، وفي واحد كان دمه خفيف معلق بيقول لك المصريه شدوان وتيران وسنافير. يعني فعموما هو القصه احنا بنامل هي قدام البرلمان ونشوف ايه اللي هيحصل ان شاء الله. وكان اعتقد وزير برضه في البرلمان بالامس قال ان هم مصريتي، وزير البيئه اعتقد قال ان هم كانوا طب محميه تمام، وزير البيئه قال ان هم مصريتي، فاحنا لسه عندنا يعني كلام في الموضوع. بس عايز اقول لحضرتك جمله اخيره. اتفضل. قرار عرض الاتفاقيه على البرلمان قرار مخالف للدستور، للماده 151 من الدستور، عشان كده بنقول لهم ارجوكم احترموا الدستور بتاعكم. انت عايز يبقى في طوارئ علشان خاطر انه كمان مفيش احترام للدستور ده، انت كده بعدت قوي. عموما يعني لما نشوف الدنيا يحصل فيها ايه، ودينا متابعين وبناكد برضو على انه احنا بنحب مصر وان احنا بنقدر الرئيس، والحقيقه يعني عارفين انه طبعا يعني الموقف اللي وقفه الرئيس امام الاخوان كل ده جميل جدا، فاحنا مش عايزين يكون في اي نوع من انواع انه حد يعني يقول لك اهو شايفين اللي بيحصل ايه، اهو مش عارف الدنيا فيها ايه، ادي القمع ايه، ادي الكلام ده ايه، او انه الاعتقال
الاطفال بشكل اهو بشكل تاني بمسمى اخر. فكل الحاجات دي احنا مش عايزين انها تتقال، بالعكس. فهل من حكماء، هل من يعني سماع لكل الاصوات اللي بتتحدث عن انه عايزين الدنيا تبقى احسن، عايزين الشباب دول يتم احتوائهم، يتم يعني اي حد حتى شباب معارض، طب ما نقعد معاه ما نشوف، طب ايه متضايق من ايه، كل دي امور اتمنى انها تتعمل. بشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق العوضي المحامي، وباكد شكرا. لمشاهدينا يمكن في نهايه الكلام ارجوكم، مش عايزه حد يقول انتوا يا جماعه بتقلبوا، انتوا بتساهموا في قلب النظام، انتوا مش بتحبوا السيسي، انتوا لا، احنا بنحب مصر.